مرحبا متابعي متابعات مدونة فول فلاي. في هذا الدرس من سلسلة دروس ال HTML و CSS حول تصميم المواقع كما قلت بلغتي ال HTML و CSS. في هذا الدرس سنحاول التعرف على مجموعة العناصر التي تكون صفحة ويب وكيفية تنظيمها والتحكم فيها باستعمال لغة CSS. بطبيعة الحال أشرنا إلى أن هناك 3 أنواع من العناصر في دروس سابقة، وهي النوع الأول هو العناصر التي تكون بلوك، أي أنها تكون في سطر واحد لوحدها، مثلا فقرة نص بي أو عنوان. لدينا العناصر التي تكون إنلاين والتي تكون في نفس السطر، مثلا كصورة أو نص يعني تم وضعه بالبوند العريض إلى غير ذلك. وأشرنا كذلك إلى العناصر الأخرى وهي الباكسز. باكسز بطبيعة الحال هي كذلك تكون في سطر واحد لوحدها إلا إذا تحكمنا فيها باستعمال CSS، وسنرى مجموعة من هذه القواعد التي تساعدنا في التحكم في أي من هذه العناصر. فأول شيء سنقوم به هو إضافة عناصر ال HTML. فلنضيف عنوان H2، عفوا H1 هنا. يمكنكم مراجعة الدروس السابقة للتعرف على كل هذه العناصر. ثم سنقوم بإضافة، سنحاول أن نضيف Image هنا. لا أعرف، سأرى ما هي الصور التي لدي هنا. مثلا لنستعمل هذه الصورة Icon PNG أو لوجو PNG. هنا source أي مصدر الصورة، لنستعمل لوجو دوت هنا JPG بطبيعة الحال دوت JPG، وسأغلق الوسم. ثم في الأسفل سنضع فقرة نص طبع، هنا لنكتب مرحبا مدونة فولفلاي تصميم المواقع مثلا. فلنقوم بحفظ هذه النتيجة، ثم سنحاول أن نشاهد النتيجة في المتصفح. فكما تشاهدون معي هنا لدينا العنوان هنا، ثم لدينا الصورة، ثم الفقرة هنا. فكما تشاهدون كل عنصر هنا يعني يتواجد في سطر واحد. فسأحول صغير الصورة باستعمال CSS. هنا لدي CSS، سأحول صغير الصورة Image لنضع Width 100 pixels، ثم Height أي العلو 100 pixels. لنقوم بتحديث الصفحة. فكما تشاهدون الصورة الآن أصبحت صغيرة. فدعونا الآن نتعرف على القواعد. فأول قاعدة بالنسبة للـ position هي التي سنتعرف عليها. بالنسبة للـ position، تحتمل مجموعة من الخيارات. أولها static، أوكي. ف static هي قاعدة يمكن أن نقول عشوائية، يعني لن أقول عشوائية أو آلية، لا تغير شيء، يمكن إضافتها أو إضافتها أو عدم إضافتها، لأن المتصفح هو الذي يقوم بالعمل. إذا هذه الإضافة يمكنكم، هذه القاعدة يمكنكم استعمالها أو عدم استعمالها، فهذا الأمر لا يشكل أي شيء. الخيار الثاني هي relative، يعني position relative، وسنرى كيف تعمل. فلنقول أنني أريد أن أتحكم في هذه الصورة، سأقوم بإضافة position relative، يعني سأحاول أن أشرح لكم. وضعية هذه الصورة تكون relative، أوكي، أي نسبية لمكانها الذي تجد فيه. فإذا وضعت هنا مثلا top، يعني أريد أن أضيف مساحة من الأعلى مثلا 10 pixels 10، فنحفظ النتيجة.
ما أقوله هنا هو أنني أريد هذا هو مكان هذا هو مكان الصورة، أريد أن أضيف 10 بيكسلز نزولا من هنا من المكان الذي تحت له الصورة إلى الأسفل، يعني relative أي أنني أتحكم في مكان العنصر يعني نسبيا، أو يعني هو العلاقة بالمكان الذي يوجد في الصورة. وستعرفون الفرق لاحقا عندما أستعمل absolute الذي يتحكم في الصورة بحسب الصفحة بكاملها. فدعونا نقوم بالتحديث. كما تشاهدون نزلت الصورة يعني ب 10 بيكسلز. لنقوم بإضافة مثلا left 10 بيكسلز كذلك. لنقوم بالتحديث، شاهدوا الفرق. فكما تشاهدون تحركت الصورة كذلك 10 بيكسلز من مكانها إلى اليمين. ف relative تذكروا جيدا هذا position relative، أي أنني أحرك الجزء نسبيا، يعني التحرك يكون على علاقة بالمكان الذي يوجد في هذا العنصر، يعني 10 بيكسل من المكان الذي يوجد فيه العنصر. فدعونا نرى بالنسبة للأبسولوت لتلاحظوا الفرق. فلنغير هنا، يعني بالنسبة للأبسولوت يتم تحكم العنصر ولا يتم أخذ بعين الاعتبار العناصر الأخرى ولا المكان، يعني يتم التحكم في العنصر بشكل عام. فسأحاول أن أغير هنا position ل absolute، فلنقول top 0 حفظ. شاهدوا معي الفرق. كما تشاهدون الصورة أصبحت إلى الأعلى ولا تهتم للعناصر الأخرى أو المكان الذي توجد فيه. يعني بالنسبة للرولاتيف لو وضعنا top 0 فلن تتحرك الصورة، لأن توب زيرو يعني بالنسبة لمكانها. هنا بالنسبة للأبسولوت يعني إلى الصفحة بكاملها. ولو وضعت هنا right كذلك مثلا 5 pixels ستلاحظون، أو لنضع نعم right okay. لنحفظ أولا التغيير مرة أخرى. كما تشاهدون توب زيرو right 5 pixels هنا أصبحت الصورة متحركة إلى هذه الجهة، وأخذت بطبيعة الحال هذه الفقرة مكانها. فلنضعها في top okay. مرة أخرى. فبطبيعة الحال عندما تتحكمون في العناصر بهذا الشكل، يعني هناك قاعدة لتحديد العنصر الذي يجب أن يكون في الأعلى والعنصر الذي يجب أن يكون في الأسفل. فهذه الصورة سنحاول أن نضيفها قاعدة زد أندكس أوكي أندكس، لنختار لها ناقص 1 حفظ. لنقوم بتحديد صفحة. فكما تشاهدون الصورة أصبحت تظهر في خلف النص، هذا ما يسمى بـ overlapping. لماذا؟ لأننا اخترنا زد اندكس، فكلما كانت هذه القيمة، مثلا لنفترض انني هدفت قيمة زد اندكس للعنوان بناقص 5، فالعنوان سيظهر في الاسفل، لان هذه القيمة كلما كانت اكبر كلما كان هذا العنصر هو الذي يظهر في الاعلى. ثم لدينا قاعدة الفلوت وهي قاعدة التعويم، يعني التعويم تتحكم في الصورة بحيث انها تكون لليمين او اليسار. فلنشاهد هنا سنحذف كل هذه الخيارات وسنقر على float right يعني إلى اليمين okay. لنشاهد النتيجة. كما تشاهدون الصورة أصبحت إلى اليمين والفقرة أخذت مكان الصورة. فإذا كنت لا تريد للفقرة أن تصعد للأعلى، يعني تريد لهذه الفقرة أن تبقى هنا وليس الصورة، فسنقوم بإضافة بي ثم سأضيف هنا clear مثلا left okay. تحديد ما يتغير شيء. نجرب both okay. فكما تشاهدون
عندما طبقت قاعدة البوث عادت الفقرة لمكانها، يعني الصورة يمكن أن تضعها في اليمين على اليسار أو في أي مكان. ما يهم هنا هو الكلير، يساعد في أن تجعل العنصر يبقى في مكانه، يعني لأن الفلوت عندما تقوم بتعويم أي جزء فالأجزاء الأخرى التي توجد في الأسفل هنا كما تشاهدون. لدينا هنا العنوان ثم متبوع بالصورة ثم متبوع بالفقرة. فلو قمنا بتعويم مثلا العنوان، تأخذ هذه العناصر المكان الذي تركه، قام بتركه العنوان. لذلك يتم استعمال قاعدة الكلير للتحكم في يعني موضع العناصر. إذا كنت تريد للعناصر أن تأخذ المكان الفارغ أو تريدها أن تبقى في مكانها فقط. ثم لدينا boxes وسنراها هنا، سنحول. دعونا نضيف boxes، هي تستعمل كذلك لاحتواء مجموعة من العناصر. فمثلا هذه العناصر كاملها يمكن إضافتها في box، لا عفوا div، ثم نختار له class أو id. class أو id يمكنكم مراجعة الدرس شرحنا في هذه العناصر. مثلا class لنختار مثلا container 1 for example، يعني يمكن أن تختار أي اسم فقط. هذا لتجربة div. هذه العناصر كلها كما تشاهدون، العنوان والصورة ثم الفقرة، وضعناها داخل box وهو container 1. وسنحاول أن نتحكم في هذا box. هنا نحذف float بطبيعة الحال، لنضيف هنا بطبيعة الحال استعملت class، هنا استعملت class، فسأستعمل class في CSS container 1. okay. لنحدد مثلا الويذة أي العرض مثلا ب 200 بيكسل. وليكون مثلا نريد أن يكون في الوسط margin 0 أو 2. أوكي. فلنشاهد النتيجة. طبعا أعتقد أنني أخطأت في الاسم container، لا أعرف إن كنت أخطأت. فكما تشاهدون العنصر الآن أصبح في الوسط، يعني جميع العناصر تحكمنا فيها بقاعدة واحدة. لماذا؟ لأننا وضعناها داخل هنا كما تشاهدون، وضعناها داخل container 1 class، ثم تحكمنا فيها باستعمال CSS، ووضعنا العرض ب 200 بيكسلز ثم margin. فباستعمال boxes يمكننا أن ننشئ يعني مجموعة من المربعات التي تصف بجانبها بجانب بعضها البعض. وسأحاول أن أستعمل الصورة، فلنعود لل HTML هنا. سأحاول أن أعمل فقط بالصورة هنا كما تشاهدون لنشاهد الفرق. فسأحاول أن أنشئ مجموعة من البوكسز div، لنختار class F1 box باكس، هنا ديف، وهنا بطبيعة الحال سأضيف الصورة كما تشاهدون. اوكي، كنترول سي كنترول في لنقوم ب اذا 4 مرات. اوكي، لنقوم بتحديث الصفحة. فكما تشاهدون لدي 4 عناصر هنا، ويمكن ان استعمل سي اس اس لاجعلها تصطف يعني بجانب بعضها البعض. هناك باستعمال باكس كيس اذهب لي سي اس اس، ثم ساضيف كلاس خاصه بباكس هناك مشاهدون. ثم سانقر على ساحدد الويدث مثلا لتكون 100 بيكسلز. اوكي، فهناك قاعده float right. اوكي، يعني التعويم الى اليمين، او لنختار ليفت حتى تبقى النتيجة على اليسار. هنا
float left. فهنا كما شرحت سابقا بالنسبة للتعويم، عندما تقوم بتعويم جزء لفلوتين إلى جهة يأخذ الجزء الآخر مكانه، فبالتالي هذا العنصر سيتم تعويمه إلى اليسار وسيأخذ العنصر الثاني مكانه الذي سيتم تعويمه كذلك إلى غير ذلك. فلنقوم بتحديث الصفحة، لم يتغير شيء، لابد أنني أخطأت في شيء ما هنا. بطبيعة الحال الأو قبل الأو قبل ال أي. فكما تشاهدون العناصر أصبحت مصطفى، يعني الصور واحدة بجانب بعضها البعض. فسأختار يعني بعض المارجين على اليمين، مارجين رايت، حتى يكون بعض الفرق 5 بيكسلز، يعني حتى تظهر العناصر. اوكي، تحديد. كما تشاهدون تمت إضافة مارجين بين العناصر هنا. فهذه هي الطريقة القديمة التي يتم استعمالها. هناك طريقة أخرى وهي display، هي المستعملة حاليا inline. تشاهدون اوكي تحديد. فيعني display inline تعمل بنفس الطريقة وهي القاعدة التي تستعمل حاليا، والتي أنصحكم باستعمالها display inline عوض الفلوت، يعني التي تعتبر يعني قديمة في لغة تصميم الواقع. هذه العناصر، طريقة التحكم في العناصر. هناك position، هناك floating. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. بطبيعة الحال هناك مجموعة من العناصر الأخرى التي تمت إضافتها في ال HTML5، اسماء العناصر مثل ال header، حيث يتم وضع يعني الشعار، ثم القائمة nav للقائمة، main حيث يوجد للمحتوى، article بالنسبة للمواضيع، section aside footer إلى غير ذلك. في الدرس القادم سنحاول أن نعمل بجميع القواعد التي رأيناها منذ البداية، منذ بداية هذه الدورة، لنقوم بتصميم موقع شخصي كامل. وأتمنى أن تكونوا في المتابعة بطبيعة الحال، وأن يكون هذا الدرس واضح. رابط الدرس للأكواد التي استعملتها في هذا الفيديو، وأراكم في الدرس القادم لنقوم سويا بتصميم موقع كامل من الصفر، موقع شخصي بطبيعة الحال. أراكم في الدرس القادم، وشكرا على المشاهدة.